ليش قبلت تتزوج امرأة مطلقة أول مرة، مطلقة تاني مرة، مطلقة تالت مرة، وعم بتفتش على رجل تتجوزه؟ لأنه المجتمع ناطر أنه هيدا الزواج يكون زواج بنية الطلاق كرمال ترجع لزوجها الأول. لما المجتمع عذراً على التعبير بيقول آخذ كلمة بتجرحها جداً لفضيلة، أنه واحد يقد أمه، لما المجتمع بيقول هذه الكلمة الفارغة، بس هو فارغ متخلف اللي بيقول هالكلمة هيدي. كل واحد بيقول هالكلمة هيك أنا بقول له اصمت، لأنه هيدي الكلمة منها مصبوطة أبداً. شو بتقول له؟ اصمت، هاي الكلمة منها مصبوطة، لأنه أبداً 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 اصمت، لأنه أول شغلة التفاهم هو الحياة. ليش قبلت تتزوج امرأة مطلقة أول مرة، مطلقة تاني مرة، مطلقة تالت مرة، وعم بتفتش على رجل تتجوزه؟ لأنه المجتمع ناطر أنه هيدا الزواج يكون زواج بنية الطلاق كرمال ترجع لزوجها الأول. أول شغلة تعرفت علي أنا عن شيخ، بعرف القصة، بس ليش قبلت؟ ليش قبلت؟ لأنه وحيدة والكل علي، هي ضحية، ضحية أهل ربوها. بس الانجذاب بين الرجل والمرأة، إذا هي كانت عم بتفتش على الأمان، طيب هي بس الرجل ليش بده يجذب لامرأة مكسورة إذا هي كان عم بتغلب عقلها بهيك زواج بالبداية؟ كيف بدي لك، لفتت نظري قبل ما أعرف قصته، ومع ذلك عرفت قصته وقررت أوقف معها، ما بزواج أبدا، أوقف معها وأسأل إذا يصير أنا أقل لا أنه رجع عيله إذا ما في طلقة ثالثة، وممكن يكون للأسف عندنا مشايخ نحن بيفتوا كيف ما بدهم، للأسف للأسف الشديد، للأسف جدا كثير مشايخ، في مشايخ علماء دين حرام يكونوا مشايخ بكل الطوائف بيسخروا الدين لمصالح شخصية ولمصالح يمكن بتضر بالمجتمع وتتنافى مع قيم ذاك الدين. صحيح. أم والله رحت لعند شيخ وسألته، أم قال لي لا ما بتجوز، ما في ما في ما في مجال أبدا، هي لازم تتزوج رجل لحتى يتم هذا الزواج الصحيح، هذا الشرع عنا هيك. أنا والله حكت لي قصته وفت معه، أنا انتبه عجبت فيه قبل ما أعرف هيدا الأساس. شو بدي بالتفاصيل التانية؟ قصتك ارجع أولى، امرأة إما سلمتها لابن خالتها، طلقها أول مرة رجعت له، طلقها تاني مرة رجعت له، طلقها تالت مرة، طلب منها تتزوج رجل تاني وتطلق هيدا الرجال التاني كرمال ترجع لزوجها الأول، مين بتكون بطلة القصة؟ أنا بطلة القصة. اف، مجرد ذكر قصتها لفضيلة عم بتدمح. عثمان، قلت لي عن انجذاب جسدي، انك انجذبت إلها جسديا، لفتتك، ولما عرفت فعلا اكثر هذه المراه وقصه هذه المراه تعلقت فيها اكثر وتمسكت فيها اكثر. اليوم هواجس هذه العلاقه، المجتمع عم بيضغط، قديش فرق العمر ممكن يلعب مش لصالح هذه العلاقه؟ العمر منه شيء، بس ولكن اليوم المرأة بعد عمر معين تدخل بمرحلة انقطاع الطمس، بأثر عليها نفسياً وجسدياً، بالمقابل جوزها أصغر بسنوات وسنوات وسنوات، بتكون حاجات الرجل بهذه المرحلة بالذات اللي عم تقطع فيها قد لا تتقاطع مع حاجات ورغبات المرأة، هيدا الشيء ما بيخلق أو ممكن يخلق مشاكل بالعلاقة؟ أبداً 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 أبداً. اهتمامات مرأة خمسينية غير اهتمامات رجل أربعيني، اهتمامات مرأة ستينية غير اهتمامات رجل أربعيني، همة المرأة بالستين غير همة مرأة بالأربعين. كلامك صحيح، رجل بالأربعين. كلامك صحيح بالحكي هذا، بالعامة أنا بيحكوا أنه هناك، بس بالفعل حديث منه صحيح جداً. ليش؟ لأنه أنا شايف ناس يعني بنظري شايف في ناس ما عندها حياة، مع أنه بيكون عمره الثلاثينات مع بعضهم البعض، عم تنضرب تتعنف عم تنسب عم تنهان، لا في اختلاف قوي جدا. تعال شوف انا حياتي، حياتي عشت حياتي مع هالمرأة كتير كتير جميلة. كيف بتبدد لها هذه الهواجس؟ اكيد كل مرأة بتفكر فيها، اكيد فضيلة اكيد بتفكر فيها، انه قد ما اعطاها رجل يمكن تطمينات، ولكن المرأة بتضلها بتفكر، بتقول بعد كم سنة انا رح اكبر، رح اقطع بمرحلة حكما جسدي رح يتعب اكتر،
قبله نفسياً هرمونياً. يمكن أنا هيدا هو بالمقلب الآخر منه بعمري، يعني مش عايفهم هذه التغيرات، هو رح يكون شاب أصغر مني، أنا عم بكبر هو عم ببين أصغر. صح، هي كانت تقول لي هالكلام هذا. كانت تقول لي، ما اعترفت لي أنه هي كانت بتفكر. لا قالت لي هالكلمة هيدي قبل بمرة، بس أنا قلت لها، أنا قلت لها لا أبداً ولا بفكر بهالأمور هيدي. لقلك ليش أستاذ؟ أنا هيدي أول حب حياتي، انتبه أستاذ، وبإذن الله آخر حب، وها أنا عم لك بإذن الله آخر حب لألي. أنا قدام كل العالم، قدام كل الناس، أنا عندي مرة ما في منا بالدنيا، لا زلمة لا ولد لا أي شيء بدك إياه. أنا عم أقول لك هذا الحديث، مش رح تقول لها بكرة بعد شوي، رح تقول لها بلشت تكبري، بلشت تنصحي، بلشت اهتم بحالك أكثر، بعدني أنا شاب ما عندي هالشيء أبدا كله، وهي بتعرف هالشيء. بس قلي هيك بقول تم ضع. ولما يقول لك بكرة تجاعيدك بلش يبينه، شو رح تقولي له؟ بقول له تجاعيدي؟ تجاعيدي أنا ما بحي، ما خليه يبينه، طالما هو هيك أنا مبسوطة بحياتي معه ما حيبينه تجاعيدي. أوف أوف، يمكن هذا الكم من المشاعر والأمانة اللي حسيته اليوم، يمكن هو اللي عم بيعطيك هذه إبرة البوتوكس المرأة بتلتجئ لها بعد فترة من صحيح. العمر كرميل ضل محافظة على جمالها، لأنه بتكون عايشة صراع السنوات. حب هذا الزوج هو اللي عم بيعطي هذه المرأة طبعا. الأمان من بعد ما عاشته.